أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة. وفي مداخلة خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، قال الرئيس السيسي إن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص الذي يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في ذلك الإطار بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في توفير الإنتاج. أنا بقول الكلام ده لحضراتكم وللناس اللي في مصر كلهم، الكلام ده معروف لينا يعني دكتور مصطفى عارفه، وزير المالية عارفه، والكهرباء عارفه، لكن ساعات بيبقى فيه محتاجين ان احنا نقول ده ونأكده. تمام. ليه؟ عشان يقولك يعني الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخدها الناس التانية. ممكن تكون الكلام ده في حاجات في بعض الموضوعات. يعني ايه؟ يعني في القدرة على ان هو للنفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى أسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الإنتاج والتشغيل. تمام، مش كده يا وليد؟ زي القطاع الخاص. أنا حبيت بس أقول دي مع الوضع في الاعتبار برضو. تاني، احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للأطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات. وأنا قلت الكلام ده من يمكن سنة ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضو مستعدين للشراكة. تمام. وبالتالي لما يجي النهارده يبقى معانا قطاع خاص هيضيف، اكيد هيضيف حوكمه اكتر، اداء افضل، فاحنا ما عندناش مشكله في ان احنا كدوله، مش بس حتى في الجهاز يا دكتور، لا احنا بنتكلم حتى في كل مؤسسات وشركات القطاع العام.